قطاع السجون يتوفر على 26 مستثمرة فلاحية، منها 12 مؤسسة البيئة المفتوحة و16 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية تستغل أكثر من 500 هكتار من الأراضي الزراعية موزعة عبر التراب الوطني، وتشغل أكثر من 1300 محبوس، وتستعمل التقنيات الحديثة في السقي والمعالجة والمتابعة. كما نهدف أيضا أن نصل إلى أكثر من 2000 هكتار خلال السنوات الخمسة القادمة.